الشرطة جالها بلاغ ان في ريحة وحشة بتيجي من بيت الناس، بتسمع فيه صريخ دايما كأن حد بيضرب واحدة ست. فراحوا لهناك واكتشفوا ان سبب الريحة واحدة مربوطة في شجرة واتطعنت لحد ما حتى انتهت. وبناء على كلام الناس والصريخ اللي بيتقال انه كان بيتسمع، الشرطة رجحت ان جوزها هو اللي خلص عليها وهرب. بعدها بكم سنة بنشوف جوبي وهو بيساعد نادية بنت جارته وبيطرد الفيران من بيتها. وما هي طالعة قابلت صاحب الشقة اللي قال لها انت بقالك 3 شهور ما دفعتيش الايجار وانا ساكت عليكي لانك ست كويسة، لكني فعلا محتاج الفلوس واتمنى انك تجهزيهم في اقرب وقت ممكن. طلعت للشقة عشان تخلي جوبي يروح لشغله. جوبي قابل بتاع بخور كرمش له متروبية، فالراجل قال له الحظ الحلو هيخبط على بابك النهاردة. جوبي اول ما راح للشغل دور على البنت اللي بيكرش عليها وفضل يسأل عنها صاحبه، فقال له انت بتسأل عليها ليه؟ فجوبي قال له خلاص انا قررت اتجرأ واطلب منها تخرج معايا، قال له اتمنى انك تبقى قد كلامك لانها واقفة وراك بالظبط. فجوبي لما شافها توتر ومعرفش يقول لها حاجة. ام نادية سألت واحدة معاها في المدرسة عن فلوس القبض وعرفت منها ان الموضوع مطول، ولما ضربت بعينيها في حوش المدرسة طلبها اللي جاء قلبها في الفلوس اللي معاها ايتاوا ومشى. وعم جرجس كان واقف فرع شجرة وشايف كل بيحصل من الاول للاخر. جوبي لما راح عشان يطلب من الكراش بتاعته تخرج معاه رفضت وقالت له انها مش هتكون فاضية، لكنها رجعت في نهاية اليوم وقالت له هو انت وراك ايه اخر الاسبوع؟ قال لها ولا حاجة. قالت له خلاص انا هجيب خمرة ومزة واجيلك نسهر لوحدنا عندك في البيت ونخربها. ويوم ما راحت له الموضوع كان هيروق معاه سمع صوت حد بيخبط على باب شقته، ولما فتح الباب لقاها ام نادية مرعوبة بتقول له انا محتاجة لمساعدتك ضروري. ولما البنت اللي معاه اتضايقت انه هيسيبها عشان يشوف جارته عايزة ايه قررت تمشي، فقال لها اللي يريحك بس ما تخليش حد يشوفك وانت نازلة. ولما خرج سمع صوت حد بيعيط فمشى ورا الصوت لحد ما لقاها ام ناديه بتبكي وبتقول له بنتي بتقول حاجات غريبه وانا مش فاهمه ايه اللي بيحصل معاها. ولما راح معاها عشان يعرف هي بتتكلم عن ايه لقى بنتها ناديه قاعده ووشها للحيط وشكلها غريب وبتقول كلام غريب جدا كانها بتتكلم مع شخص مش موجود. فخرج بسرعه وقال لامها لازم نجيب حد يساعدها. فقالت له لو جبنا حد هنا الناس هتفتكر اني بنتي مجنونه وهيتكلموا وحش عليها، ارجوك يا جوبي ساعدني. قال لها انا شاكك انها ممسوسه فهاتي اكل وعصايا وانا هحاول اتعامل معاها. دخل على ناديه لقاها زي ما هي ووشها للحيط نظراتها مرعبة لكنها اخدت منه الاكل واكلت. اخدوها عملوا لها تحليلات وفحوصات وكشفوا عليها والدكتور كتب لهم على علاج تمشي عليها وتكون كويسة، لكنها ما كانتش بتتحسن ولا حاجة وتصرفاتها الغريبة كانت بتكرر عادي. ام نادية قالت لجوبي بنتي ما بتتحسنش وانا حاسة انها محتاجة لحد بيفهم في موضوع الماس. قال لها ايا كانت الطريقة اللي هتخليها كويسة وتتحسن لازم نعملها ونرضى بيها. فام نادية سألته لو كان لي اي حد له علاقة بالموضوع او بيفهم فيه، فجوبي قال لها لا. الكراش بتاعته تجنبته بعض الموقف اللي حصل وما كانتش بتتعامل معاه خالص. جوبي دماغه فكرت وراح سأل بتاع البخور عن حد بيفهم في المس، فالراجل قال له خلي بالك من الكلام في الموضوع ده لانه مش كويس، في راجل كبير اسمه رضوان بيساعد الناس الممسوسه وبيشتغل في الموضوع ده من سنين. وقبل ما جوبي يمشي قال له خلي بالك لان الموضوع ده ما بيخلصش بسهوله. جوبي اخذ جارته ام ناديه وراحوا على مكان رضوان اللي هيساعدهم، لكن اللي قابلهم واحد اقل منه عشان يفهم منهم الموضوع. ولما امها حكيت له كل حاجه قال لها خدي التعويذه دي اربطيها في ايد بنتك ولو تعبت تاني هجيب نفسي اشوفها. لما امها ربطت التعويذه على ايديها قالت لها انا مش فاهمه انت ازاي بتصدقي هبل ان التعويذه دي هي اللي هتحمينا. ولما المدرسه اتريقت على التعويذه اللي في ايديها قعدت تتكلم مع صاحبتها وتقول لها ان امها عايزاها تصدق حاجات غريبه، وراحت شايله التعويذه من على ايديها ورميها وفضلت تتمرجح لحد ما لقيت مرتاج واقف جنبها. ولما جت تمشي مسك ايدها فحصل له حاجات غريبه ومش مفهومه كانه اتمس هو كمان، نزف من مناخيره وبقه وفضل دايخ وهو ماشي لحد ما عربيه خبطته. جوبي اتصالح مع الكراش بتاعته وقال لها لو انت هتسافري الرحله مع زمايلنا في الشغل انا كمان هسافر. ناديه تعبت في المدرسه وبعتوا لامها عشان تروح تاخدها للبيت. ولما امها سالتها عن الاسوار اللي في ايديها قالت لها ان واحده صاحبتها جابتها لها هديه. وامها وهي بتبوسها عشان تسيبها تنام لاحظت ان ناديه كاتبه اسم مسعوده بالعربي على الدرج بتاعها. ابن صاحب البيت اللي هم فيه سمع صوت حركه غريبه في كوم الزباله فراح يشوف في ايه، فاتصدم بني في واحده واقفه على الزباله وبتاكل حيوانات منتهيه بشرع غريب، فطلع يجري ويصرخ من الخوف. كل الناس صحيت على صوت، ولما جوبي وام ناديه نزلوا لقوه بيشاور وهو بيصرخ باسم ناديه، فجريوا في اتجاه اشارته عشان يتصدموا الاثنين بالمنظر اللي كانت ناديه عليه من اكلها للزباله وحيوانات منتهيه. كلموا الراجل اللي بيشتغل مع رضوان عشان يروح للمستشفى وشوف ناديه بنفسه، وناديه فاقت مره واحده على رغم من انها كانت نايمه بمخدر عشان جلسات العلاج بالصدمه، وفضلت تقول لامها هو ليه جاي على هنا؟ انا مش عايزاه يجي يا امي ما تخلوش يجي لي، كانها كانت عارفه ان جوبي جاي بالراجل وداخل على المستشفى. وفضلت ناديه تتشنج، واول ما دخل عليها ملامحها اتغيرت وبدات تكلمه بصوت مختلف وتقول له هو انت فاكر نفسك هتقدر عليا بالتعويذه اللي في ايدك دي؟ لو انت شجاع المسني. وقلبت على امها وجوبي وفضلت تشتمهم وتزعق لهم لحد ما ربط على دراعها التعويذه، لكنه لما لاحظ الاسوره الغريبه وجاي يشيلها اول ما لمسها حصل معاه زي ما حصل مع ميرتك بالظبط وكانه اتمس. في الوقت ده جه الدكتور وزعق لام ناديه وقال لها انت ازاي تصدقي الهبل ده؟ لو شفت الشخص ده هنا تاني ولا اتكررت حاجه زي دي في المستشفى هبلغ عنكم الشرطه. مساعد رضوان قال لها خدي بنتك وروحي لرضوان بنفسه لان اللي فيها ما يقدرش عليه غير هو بعد ربنا. فبالليل قالت يا جوبي يلا نطلع البنت من المستشفى عشان نوديها لرضوان، وبالفعل هربوها من المستشفى من غير ما حد يحس. ولما راحوا الاول لرضوان قال لهم انا محتاج اتنين رجاله من نفس سلاله ناديه يجوا معاها عشان تغسل العامله عشان اخرج منها الروح لو
وكانت ممسوسة. دبروا الموضوع لحد ما جي وقابلها في البيت قريب، فأم نادية قالت له هو بنتي هتكون كويسة؟ رضوان قال لها أنا هعمل اللي عليا والباقي تقدير إلهي، عليكي بربنا ودعواتك لبنتك. بسبب وجوده مع أم نادية يوبي ما قدرش يقابل الكراش بتاعته زي ما كان وعدها عشان يسافروا مع بعض، وحصلت مشكلة بينهم. فقال له أم نادية أنت كلمتي حد من أهل جوزك أو حد من عيلتها يحضر معاك الموضوع زي ما رضوان قال لك؟ فافتكرت جوزها لما كان بيضربها قدام بنتها وقالت لجوبي أنا مش عايزة أكلمه. رضوان لما راح زيارة نادية في البداية كانت متجاوبة مع كلامه وبتجاوب على أسئلته، ولما قال لأمها تروح تجيب له مية رجع بص لقى نادية عينيها اتغيرت فجأة وحس بحاجة مش طبيعية في المكان، فخرج لحد شباك شاف منه بيت قديم فسأل أم نادية لو كان حد ساكن فيه، فقالت له لأ ده فاضي من سنين. قال لها طيب والطريق اللي بتعدوا من وسط دي؟ قالت له بنستخدمها كطريق مختصر عشان نرمي الزبالة. قال لها طيب نادية مشيت في الطريق ده؟ قالت له أيوة. قال لها كلمي جوزك عشان أنت لازم تجيبي نادية عندنا. ولما نزل الطريق اللي سأل أم نادية عنه شاف عفريتة الست اللي الشرطة قالت إن جوزها خلص عليه وهرب، فطلب من جوبي يعرف بطريقته قصة البيت القديم ده وكل اللي حصل فيه قبل ما يبقى مهجور. تركيز جوبي في مساعدة جارته بنتها خلاه من شغله، ولما راح يطلب أجازة عشان يساعد جارته المدير قال له مفيش أجازات وركز في شغلك وإلا هطردك. جوبي وصل لرقم راجل مسؤول عن البيت وعرف منه إن البيت مهجور بقاله 20 سنة بسبب إن صاحبه خلص على مراته فيه وهرب. عرف منه اسم جوزها وطلع من عيلة تاج ويبقى أخ مير تاج اللي كان بيراقب نادية، وعشان يعرف تفاصيل أكتر رشا شرطي وأخد نسخة من ملف القضية وطلع بيه على رضوان، وقال له في ست اسمها مسعودة لقاها مربوطة في شجرة ومطعونة لحد ما فرقت الحياة جوه البيت ده. ولكن الأبشع من كده هو إن بعد 12 يوم من دفن شرطة ليها في حد حفر وسرق جثتها، ولما جوبي وراه صورة مسعودة لاحظ تشابه الأسورة اللي في إيدها بالأسورة اللي في إيد نادية، وقال له مسعودة دي هي اللي شفت عفريتها امبارح وهي بتحاول تمتلك جسم نادية عشان تحقق رغبات شيطانية، وطلب من جوبي يكلم أمها على انفراد. ولا بنت جابت الأسورة اللي في إيديها منين؟ فقالت له من واحدة صاحبتها. قال لها أنت شفتي صاحبتها وهي بتديها الأسورة؟ فقالت له لأ نادية هي اللي قالت كده. فقال لها بنتك كذبت عليكي، الأسورة اللي في إيد بنتك فيها قوة شريرة مش سيطرة على نادية ولازم نتخلص منها في الوقت المناسب. ولما رجعوا على البيت وابن صاحب البيت جال أم نادية عشان أبوها عايزها، قالت له جوبي ياخد باله منها. نادية قالت له أنا تعبت ومش عايزة أكون عبء على والدتي ولا تعبك معانا. فقال لها أنت بتقولي يا نادية والدتك أنت أهم حاجة عندها وهي مش عايزة غير إنها تشوفك بخير وأنا معاكم للآخر. فمرة واحدة بصتها وصوتها اختلفوا وقالت له إيه اللي مخليك عايز تعرف السر اللي ورايا يا جوبي؟ ولما جرى يطفي على اللبن اللي على النار اتفاجئ بيها وراه على طول بعد ما كانت متكتفة وحاولت تطعنه، لكنه مسك السكين بإيده اتعور وحبسها في المطبخ ونزل وهو بينزف لحد ما فقد الوعي. بعد ما بقى كويس أم نادية راحت تطمن عليه، قال لها رضوان قال لك إنه محتاج الاتنين رجالة من نفس عيلتها وأنا مش هينفع أروح معاكي خصوصا إن عندي مشاكل في الشغل من فترة. فأم نادية قالت له مفيش مشكلة أنا هعرف أدبر أمري. سألت الأمور أكتر على أم نادية ومالك البيت قال لها قدامك أسبوع وتسيب الشقة وتمشي. فجوبي راح لجوزها عشان يقول له يقف جنب مراته وبنته، فجوزها قال له بعتت معاك فلوس ولا لأ؟ فجوبي قال له أنت زي كده الست بتعاني ببنتك لوحدها وأنت بتاخد منها فلوس؟ فجوزها قال له وأنت محمولها كده ليه؟ هو أنتوا في بينكم حاجة ولا إيه؟ روح قول لها تبعت الفلوس بدل ما سود عيشتها هي وبنتها. فجوبي اتعصب عليه وكان يضربه لكنه سابه ومشى. صاحبه قال له أنت بتعمل إيه وليه مورط نفسك في مشاكل أنت مالكش فيها حاجة؟ جوبي قال له أنا مش قادر أشوف الست بتعاني ببنتها لوحدها ومفيش حد واقف جنبها وما ساعدهاش. رضوان قال له إحنا لازم نعرف مسعودة مدفونة فين ومين اللي كان له مصلحة في إنه يسرق جثتها. جوبي راح لمدينة جوز مسعودة وهناك عرف إن ميرتاج كان في المستشفى بسبب الحادثة وحياته انتهت، ولما راح على بيت التاج محدش رد، فدخل البيت وفضل ينادي لحد ما جات له نرجس وقالت له أنت بتعمل إيه هنا؟ فقال لها أنا هنا عشان أعرف معلومات عن محمد تاج ومراته مسعودة. ونرجس أول ما سمعت اسمها قالت لابن أخوها يخرج جوبي بره. جوبي فضل يترجاه ويقول لها في بنت غلبانة بتعاني بسبب مس مسعودة ولازم ننقذها قبل فوت الأوان. نرجس لما لاحظت إن جوبي فضل مستني قدام البيت خرجت وقالت له قابلني بعد ساعة عند النهر وأنا هجاوبك على كل اللي أنت عايز تعرفه. راحت له عند النهر وقالت له تعال ورايا. قال لها أنا جيت لك أعرف إزاي أنقذ نادية مش إزاي أترعب. فقالت له مسعودة في عالم تاني غير عالمنا ولازم نعرف إيه همزة الوصل اللي خلتها ترجع تاني عشان ننقذ البنت. وأخدت جوبي من إيده وقالت له باستثناء جوزها التاني مسعودة خلصت على ناس كتير هنا. فقال لها أنت بتقولي إيه؟ هي مسعودة دي مش ضحية جوزها خلص عليها وهرب؟ فقالت له لأ جوزها ما خلصش عليها، مسعودة دي كانت أسوأ من شيطان حي وظلمت ميرتاج وعيلته كلها. قالت له ميرتاج كان زارع مزرعة قصب وشغال في تجارة خيول وهو اللي رباني بعد ما بقت يتيمة وفضلنا عايشين في خير لحد ما واحد من العيلة اتجوزها ومن يومها ما شفناش خير. مسعودة كانت ساحرة وبتمارس سحرها على الناس الغلبة وعمي ميرتاج اكتشف سرها وقدرت انها توقع بين ميرتاج واخوه. وميرتاج بعد فترة لاحظ حاجة غريبة بتحصل للناس في قريتهم من سحر مسعودة لحد ما في يوم من الايام اخدت اخواته الاثنين وسيطرت على اخوه وخلته يضحي بيهم عشان خاطرها. وانا رحت بلغت عمي ميرتاج باللي شفته لكنه لما وصل هناك كان اخواته فارقوا الحياة وفضل ميرتاج يطارد كل اللي كان على علاقة بيها عشان يوصل لها وينتقم لاخواته. وبقى الانتقام هو الشيء الوحيد اللي بيدور عليه لدرجة انه لا بيتكلم ولا بيتعامل مع الناس وافتكروا اتجنن. ضيع من عمره سنين بيدور عليها لحد ما راح للشيخ قال له مسعودة كانت بتضحي بالناس عشان تستحضر الشر وانها دخلت حياتكم
وهي عزمة انها تدمرها، وراح مديله خنجر مقدس وسجادة مقدسة تخفف من قوة شرها. اخدوا ميرتاج ومعاه مجموعة من الناس وراحوا لمكان عرفوا ان مسعودة موجودة بتمارس سحرها فيه. مجموعة رجالة مسكوها وما كانوش قادرين عليها من فرط قواتها، وهي بتضرب ميرتاج الاسورة اللي في ايدها اتقطعت، فراحوا سحبنها على شجرة وربطنها فيها. ميرتاج حاول يعرف منها اللي عملت كده في اخواته، فلها بتقول تعويذ بدأت تصيب الناس من حواليه، فطعنها بالخنجر المقدس لحد ما خلص عليها، ودمها غطى الاسورة اللي وقعت من ايدها. اخوه اللي كان مغرم بيها طلعها من قبرها بعد ما الشرطة دفنتها وحاول يرجعها للحياة بالسحر الاسود زي ما اتعلم منها، لكن الوضع اتقلب عليه وهو اللي اتأذى، فاعترف لاخوه ميرتاج بكل البلاوي اللي مسعودة عملتها وفرق الحياة. ميرتاج راح واخد جثة مسعودة للغابة ودفنها هناك. نرجس قالت لجوبي انت محتاج للسجادة المقدسة اللي استخدمها ميرتاج عشان توجه شر مسعودة، وقالت له على مكان مع ما دفن السجادة، وراح جوبي جابها وهو مرعوب. اتصل بمساعد رضوان وعرفوا مكانه عشان يروح له، واخدوا لحد مكان القبر المدفون فيه جثة مسعودة. جوبي راح بعدها لأم نادية قال لها كل اللي رضوان محتاجه موجود في شنطتي وانا جهزت كل حاجة عشان نروح. رضوان قال للمساعد بتاعه وانا بعمل الطقوس هنتفق على ميعاد معين تترمى فيه السجادة على الباقي من جثتها عشان شرها يقل وانت تسحب الاسورة من ايد نادية. نرجس قالت لجوبي ده الخنجر اللي ميرتاج خلص بيه على مسعودة، فلا انا هعمل بايه؟ فقالت له انت هتعرف لوحدك. ولما وصلوا لرضوان في الغابة قال له قدامك 3 ساعات تحفر وتلاقي بقايا جثتها وتغطيها بالسجادة المقدسة، خليك قوي لانها هتحاول تمنعك من الوصول ليها وتنفيذ المهمة، وهتحاول تتكلم معاك، اوعى تتكلم معاها او تبص لها والا هتمتلك روحك وهتروح فطيس يا جوبي. راح جوبي وام نادية عشان يحفروا قبر مسعودة، واول القصيدة جوبي سمع صوت واحدة بتعيط. نادية اول ما شافت نرجس قالت لها انا هقلع عينك التانية زي ما قلعت الاولى، ولما جاء واحد جنبها عشان يمسح مناخيرها قالت له لو لمستني سكيني هترسم على رقبتك، فالراجل ما خافش منها ومسح مناخيرها. واول ما بدات تتخبط ابوها خاف وفضل يقول انا مش عايز الفلوس اللي جوبي اديها لي عشان اجي. جوبي حفر لحد ما وصل لجثة مسعودة، ولما قال لام نادية تجيب له السجادة المقدسة وسمعها وعد جاي يخرج عشان يشوفها راح متزعلق واقع على دماغه، ولما قام وخرج سلسلة شدته من رجله وفضل يصرخ. فعلى ام نادية وهي بتقول له انت بتصرخ ليه؟ خبص على رجله ما لقاش فيها حاجة ولا لقى ام نادية جنبه اصلا، وفضل يتخيل حاجات وكل ده هو اصلا كان لسه واقع في القبر وام نادية بتحاول تفوقه. ولما قال لها تديله السجادة بصت لقيتها اختفت من المكان، فراحوا يدوروا عليها. مساعد رضوان كان فاكرهم حطوا سجادة، فجاي يسحب الاسورة اتلطش بشر مسعودة وعلى الارض، وكل الموجودين مع نادية بدوا يسمعوا اصوات ناس بتصرخ ويخرجوا من المكان عشان يتصدموا بان نادية فكت نفسها واختفت من الأوضة، وبدأت بيلي لمسها وعلقته من رجليه وخلصت عليه زي ما قالت له. وفي الوقت ده كان أمها وجوبي لقوا السجادة متعلقة في شجرة عالية. مسعودة في جسم نادية مسكت البلطة ونفضت جسم أبوها لحد ما فرق الحياة بطريقة بشعة جدا، وهم راجعين بالسجادة شجرة وقعت على رجل أم نادية. فقالت لجوبي خد السجادة أنت وروح كمل المهمة. المساعد بتاع رضوان أنقذ نرجس قبل ما نادية تهاجمها وتخلص عليها، وقفلوا باب بينهم وبينها. وجوبي لما رجع للقبر اتفاجئ بأن جثة مسعودة مش موجودة، فراح نازل ونبش في الأرض لكنه سمع صوت وراه، ولما بص لقى جثة مسعودة واقفة كأنها عايشة بالظبط. ولما جاي يرمي عليها السجادة ما قدرش، فراحت رميها برا الحفرة وطلع لعبة بالكورة ومسح بالأرض حرفيا، لكنه في التوقيت المناسب لقى الخنجر وطعن بيه رجل جثة مسعودة وفضل يطعن فيها لحد ما رماها في الحفرة ورمى عليها السجادة المقدسة. وفي نفس الوقت نرجس شدت الأسورة من ايد نادية أنقذتها. رضوان اعتذر لأم نادية وقال لها أنا قللت منكم وقلت لك هاتي 2 رجالة عشان كنت خايف ما تكونوش قد الموضوع، لكن انت وجوبي كان عندكم رغبة في إنقاذ نادية وده اللي خلاكم تواجهوا الصعاب وتنتصروا عليها. ولما المساعد بتاعه قال لجوبي ده اكيد مجنون عشان يورط نفسه في كل الرعب ده عشان جيرانه، فرضوان قال له وجيرانه دول ايه؟ مش بني ادمين يستحقوا المساعده طالما محتاجينها؟ مش مهم عشان تساعد حد يكون من عيلتك ولا تعرفه، كفايه انه انسان زيه وزيك ومحتاج للمساعده. فالمساعد بتاعه قال له بس اتمنى ما يقابلش اي مخاطر في المستقبل. فقال له خطر ايه اللي هيواجهه؟ فقال له انت قلت لي قبل كده ان النبش في الماضي بيعرضك لحاجات مش طبيعيه. حبيبه جوبي وهي قايمه تجيب ميه صرخت، فافتكرها بتحاول تخوفه ولا بتصيح عليه، لكنها كانت بتبكي وقالت له في 6 شعرها طويل قعد على الارض جوه وشال تحت، ولما جاي يتحرك عشان يشوف ايه الباب بقى بيقفل لوحده بالراحه، وسمع صوت ست بتقول له لن اتركك ايها الجوبي المتعفن وسوف اسحقك بالبلطه. الافلام المرعبه او افلام العفاريت والتصنيف ده غالبا ما بيكونش فيها العبارة ولا حاجه، لكن الفيلم الجامد ده طلعنا منه بحاجتين لازم نفهمهم كويس. الحاجه الاولى هو زي ما قال عمك الحاج رضوان، لما تشوف حد محتاج للمساعده ما تترددش تساعده لمجرد انك ما تعرفوش، طالما في الامكان انك تساعده ساعده واعمل الخير وسيب الباقي على ربنا. الحاجه الثانيه لو الحد المحتاج للمساعده دي ست واسمها مسعوده خد بعضك واجري عشان دي مش بني ادم اصلا. لحد هنا يكون انتهى الملخص، ونشوفكم في ملخصات جديده، فما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه وتشاركونا بارائكم في الكومنتات عشان نتناقش عن قضيه الفيلم مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.